اما ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد غضب من الصورة التي تمت بها البيعة بالخلافة لابي بكر الصديق، وغضب لانتهاء الامر بهذا الشكل المتعجل، وهو منهمك في تجهيز جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه حقيقة لم يختلف عليها اثنان من المؤرخين، ولكن الخلاف وقع بين المؤرخين في الصورة التي عبر بها علي عن غضبه لما حدث ورد الفعل عنده بعد ما حدث من مبايعة ابي بكر الصديق. وفي رواية انه بعد استتباب الامر لابي بكر ذهب الى علي وبصحبته عمر بن الخطاب وابو عبيدة بن الجراح ودعاه للبيعة، فابى علي وخرج الزبير بسيفه ليرد القادمين. ويثور عمر ويهتف بمن معه: عليكم بالرجل فخذوه. ويجتمع القوم على الزبير وينتزعون منه السيف الذي رفعه دفاعا عن موقف علي من رفض بيعة ابي بكر. ويعود عمر الى شدته فيقول: ابن عم رسول الله وختنه على ابنته يريد ان يشق عصا المسلمين. ويستفز العباس رضي الله عنه من تلميح عمر فيقول له: ما احد اولى بمقام رسول الله منه. وكل هذا الحوار الملتهب يجري وعلي يتابعه على مهل، وعندما يصل الامر الى ما وصل اليه من حدة توشك بالانفجار، كان لابد لعلي الذي امتزجت في شخصيته الحكمة والقوة ان يتكلم. وتكلم علي فقال عبارته الشهيرة متوجها بالخطاب الى ابي بكر وعمر وابي عبيدة: انا احق بهذا الامر منكم، لا ابايعكم وانتم اولى بالبيعة لي. اخذتم هذا الامر من الانصار واحتججتم عليه بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذونه منا اهل البيت غصبا. ألستم زعمتم للانصار انكم اولى بهذا الامر منهم لما كان محمد منكم فاعطوكم المقادة وسلموا اليكم الامارة؟ فاذا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الانصار ما تقولون؟ نحن اولى برسول الله حيا وميتا، فانصفونا ان كنتم تؤمنون، والا فبوءوا بالظلم وانتم تعلمون. ويرد عمر بن الخطاب في شدة: انك لست متروكا حتى تبايع. ويقول علي لعمر بن الخطاب: احلب حلبا لك شطره وشد له اليوم يردده عليك غدا. ويدرك ابو عبيدة بن الجراح بحكمته وبتجربته ان شدة عمر لن تفي بالغرض مع علي، فيميل الى صوت العقل والرجاء قائلا لعلي: يا ابن عم، انك حديث السن، وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالامور، ولا ارى ابا بكر الا اقوى على هذا الامر منك واشد احتمالا واستطلاعا، فسلم لابي بكر هذا الامر، فانك ان تعش ويطل بك بقاء فانت لهذا الامر خليق وحقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك. ويرد علي محذرا: الله الله يا معشر المهاجرين، لا تخرجوا سلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته الى دوركم وقعور بيوتكم، وتدفعون اهله عن مقامه في الناس وحقه، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن اولى به لاننا اهل البيت ونحن احق بهذا الامر منكم.